بموجز الأخبار، أهلا بكم. أكد الرئيس السيسي أهمية المتابعة الدورية لتوافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع بالمحافظات المختلفة. وقد وجه الرئيس خلال اجتماعه مع القائم بأعمال رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه بمواصلة التصدي للتعديات على أراضي الدولة بكل حسم، وشدد الرئيس على أهمية الانتهاء من تشغيل جميع المشروعات المتعثرة خلال عام واحد. هنأ شيخ الازهر الشريف الامام الاكبر احمد الطيب بابا الاسكندريه بطريرك الكرازة المرقسيه البابا طهرس الثاني والاقباط باعياد الميلاد خلال زيارته الى مقر الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه. اكد شيخ الازهر ان قاده الاديان من المسلمين والمسيحيين عليه مسؤوليه تذكير الناس بعناصر الالفه والاخوه ما بين ابناء مصر. أصدرت طائفة الإنجيلية في مصر تعليمات إلى كنائسها في مختلف أنحاء الجمهورية حول الاحتفال بعيد رأس السنة. طلبت طائفة الكنائس بأن يتضمن برنامج الاحتفال برأس السنة الصلاة من أجل مصر وضحايا الإرهاب. أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة التحالف ترحب بإدانة مجلس الأمن لإطلاق الصواريخ الحوثية على المملكة. أضاف المالكي في مؤتمر صحفي أنهم يتلقون كثيرا من الاتصالات حول قائمة المطلوبين الحوثيين وأنهم يتعاملون معها بالسرية، موضحا أنهم قد تم إنزال مواد غذائية عبر الجو للمناطق المحاصرة في البلاد. أكد المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري عدم خضوع القوات المسلحة إلا لقيادة وطنية المنتخبة، مرحبا بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تحت إشراف القضاء الليبي ومراقبة دولية من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. أضاف المسماري في مؤتمر الصحفيين في بنغازي أن قطر تدعم الإرهابيين في ليبيا بالمالي، وشدد على أن بلاده تمتلك تسجيلات لمحادثات بين أعضاء في القاعدة والدوحة، وأن العملية التخريبية التي استهدفت خط البترول في المنطقة الغربية جاءت لخلق فوضى اقتصادية لإطالة الأزمة الليبية. مخططات حصار مصر وكيفية افشالها مع معتز عبد الفتاح بعد قليل. شكرا لكم وإلى اللقاء.